المصري لؤي ما فلتش من فخ كاميرا النجوم بحيث تعرض المواقف غريبة في حوار ما سبقش ليش في حاله. نشاهد جميع ردة الفعل ديالو تجاه المقالب اللي تعرض لها. مرحبا بكم أعزائنا في حلقة جديدة من برنامج مع النجوم. مع النجوم حلقة جديدة وفنان جديد. فناننا لهذه الحلقة هو الفنان الكبير لؤي. لؤي مرحبا بك. مرحبا بك. بخير. الله شكون تعاود تكدير الوالدة شو بخير. الله يحفظك ونسلموا على غضياتنا هكا باش لنا في المغرب عندنا السلام ديال ديما نبقاو نسلموا على بعضياتنا كل ما يعني كان واحد وحشك قوي تسلم عليه يعني بقى تسلم عليه ديما. الله مرحبا الله يبارك فيك. يعني اول سؤال بهذا الجو المرح اللي خلقناه هو يعني اول بداية للؤي في مجال الفن. اول بداية كانت البوم انا كده كان في اغنية اي عين يا ليل. هذيك اول بداية. هذي اول بداية. نعم. بديتي في اي سن يعني شاب جديد على الاغنية؟ 23 سنة. تبارك الله تبارك الله الله يكمل بالخير. الله يخليك. هو كي حسيتي باش كي جاك داك الشيء؟ خد بالك من اللغة المغربية انا لسه ما تعودتش عليها عشان دي تعتبر اول زيارة ليا المغرب. طيب ان شاء الله كده. ايوه طيب اوي هقول لك كلمات مغربية مصري عشان يعني حاول تفهمني. انا كمان ما بتكلمش كثير مصري. حاول تفهمني. فاش غنيتي اول مرة غنيت يعني حسيت بايه؟ ايه احساسك؟ ايه احساسي بايه؟ بالنجاح يعني؟ الفرحة حسيت بالنشوة حسيت مليون في المية. طبعا مليون في المية. ما فيهاش تخرشيش؟ لا ما فيهاش تخرشيش. ما فيهاش ايه؟ تخرشيش يعني لا ما هو تخرشيش بقى وتفرشيش والكلام ده مش هتلاقيني فيه. اوكي اني غنيت في عدة افلام احلام الفتى الطائش ومصطفى شعبان جوبا. انت في شبابك كنت طائش؟ في شبابي؟ ما انا ما زلت الشباب. انت شايفني عندي 40 سنه ولا ايه؟ سهل الله يحفظك. الله يبارك عزيزي لي وحق الله. كده بخير. اتفضل. الله يحفظك. التلحين كان يعني هي اغنيه واحده في البوم انا كده اسمها ساب لي ذكرى. يعني هي كانت الوحيده اللي انا لحنتها غير كده ما لحنتش. مش لحنتها بالجنبري والعود اي قلب. لا لا انا شفت الكلام زي ما بتقول نزل الوحي كده. انا حسيتها نزل الوحي. اقول احلف بالله العادي. والله سداسك نزل الوحي هكذا زياد بس بدون طبلة بقى وكده بغرب الوحي. لا اللي انت عايز بتقوله في اللي جاته يعني هذا مثل مصري اللي بتقوله في اللي جاته في اللي جاته. عارف يعني اللي جاته؟ اللي جاته يعني اللي جات على راسه. لا يعني لا بالمغربي هي يعني فكرة جات. لا لا بالمغربي بالمغربي لا عندنا في المزيكا اللي جاته يعني جمل طويلة اللي يعني كانوا ما فيهاش تيمبو. انا تاك اكزومبل انا حسب لي كان يسحبني كان يحسبوا لي انك قلت في اللي جاتو يعني زي ما تقول سفيده جاتو يعني هو كان جالس وسفيده ايه جاتو. لا كده يحسب اللي جاتو اللي جاتو احنا عندنا اللي جاتو في الدرجه اللي جات اللي جات ديالو. ايغون انت عريس زوجتي قريبه مبروك عليك. الله يحفظك. كبير زوجتي برشيده. تبارك الله يعني رشيدة هي في المجال الغناء تلحين يعني ما فكرتش في التمثيل؟ لا التمثيل كان مؤجل شوية. تمثيل ترى جوار في التمثيل شوية هتيجي جوار في التمثيل حاجة كويس في التمثيل يعني؟ تبارك الله عليك هتيجي جوار يعني مش كنتي ما تشويكة وستونات ان شاء الله. ايه؟ التشويك يعني الشعر الجل حتى اللي بيعامل بيطلع زوين في الكاميرا. والله انت رايك كده؟ وي. طب ما عملتوش ليه؟ ما كانش زوين في الكاميرا اصلا. لا لازم بقى تظبط. تبارك الله عليك. الناس ماذا يقولون عن لؤي في الانترنت؟ سميه من المغرب. انت جميل واريد ان اهديك ورده. ربنا يخليك يا رب. سي. سعيده من الاردن. هل لديك ميسن؟ ميسنجر؟ تريد ان تاخذ ميسنجرك؟ ميسنجري؟ يعني ايه ميسنجر؟ انت مش بتتمنسنجر؟ يعني الشخص؟ لا للاسف. انت حلو قوي وضحكتك جميله وانت اتجوزتي قبل الوقت. وجهه نظر. يعني عمرك اكلتي وجبه مغربيه؟
لا لا لسه ما اكلتش وجبه مغربيه. هعرض عليك هعرض عليك ان شاء الله هخلص عليك. ايه اللي انت بتقوله ده؟ فهمتني؟ اسمعني استنى رشيد. ايه اللي بيقوله ده؟ اللي بيقوله وماله في ايه؟ بهزر معاك. مالك مالك ايش واقع؟ قلقسك؟ لا مش قلقتني بس عيب اللي انت بتقوله عيب. مش هخلص عليك بالمصري بالمغربي. خلص عليك خلص عليك بوكاديو ديال 6 دراهم. لذيذ جدا بصراحه رشيد جدا. رشيد مش بشير. رشيد رشيد الله يحفظك. حسن تلاديد وينيب وشاركتي معنا في حوار وحوار فقط للمزحه. ما انا حسيت بده. رشيد وهشام من ألز الناس وربنا يكرمكم كل سنه وانتم طيبين ومش اول مره في المغرب تبقى 10 20 ان شاء الله. مرحبا بكم.